بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن افتتاح هذه الصورة، وهي صورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة يونس. افتتحت بقول الله سبحانه: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار يتعجبون من أن الله تعالى أرسل إليهم رسولا لكي ينذر الناس من بطش الله سبحانه وتعالى إن خالفوا وتولوا وأعرضوا عن قبولهم لهذه الرسالة. وفي المقابل أيضا أتى بالبشارة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل صالحا. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكافرين يقابلون هذا الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله بالتهم إن لم يؤمنوا بذلك، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، تأتي الآيات بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لابد أن يتعرف على ربي سبحانه وتعالى، يتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلال أفعاله، من خلال ربوبيته، من خلال أسماء وصفاته، من خلال إلهيته. وربنا سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه في كتابه كما تأتي الآيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهذا تعريف للعباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى. من تعبد؟ صف لنا هذا الإله الذي تعبده. فالله تعالى متفرد في ربوبيته، ومتفرد سبحانه وتعالى في إلهيته، ومتفرد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ لا سمية لله سبحانه وتعالى، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا ضد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من التعرف على الله تبارك وتعالى، وهذا هو أصل المعرفة، وهذا هو أصل الأصول، هو أن نتعرف على الرب المعبود. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه كما بينا قبل ذلك في الصور الماضية. وبينا أن أول تعريف للعباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى ورد في بداية سورة البقرة، وورد مع هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على جميع الخلق: يا أيها الناس
اعبدوا ربكم. فهذه المهمة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد. ثم عرف العباد من هو الرب الذي يعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى الله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد. وبالتالي حتى الكفار الذين أشركوا بربهم سبحانه وتعالى يقرون بذلك لله تعالى. ولذلك كانت البداية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه النعم وأيضا جانب من ذلك الخلق الذي سخره ربنا سبحانه وتعالى وسخر ذلك الكون لكي ييسر للعباد أن يقوموا بهذه المهمة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لم يتفرد بذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج أن نتعرف على الله عز وجل وأن أيضا ينشأ هذا الإجلال والتعظيم في القلوب للرب المعبود سبحانه وتعالى. نرى أثر هذه المعرفة التي وقعت في القلب من سلوكيات أو من أحوال الإنسان في التزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هذا هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله يدبر الأمر. فربنا سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون ذلك الكون المدبر لشؤون العباد هو المتصرف في الأمور كلها. فالله تعالى هو المتصرف في الأمور كلها ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هو المتفرد بذلك فهو المستحق للعبادة دون سواه. أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا. ده مرجع العباد ومصير العباد إلى ربهم المعبود سبحانه وتعالى لكي يجازي العباد على ما قدموا من أعمال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد على ما سلف من أعمالهم في حياتهم الدنيا. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يبقى إثبات البعث وأننا سنبعث من بعد الموت. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من عدم. وربنا سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم وبعد فنائهم. بل أن النشأة الأخرى أهون من الأولى. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإنه يبدأ الخلق ثم يعيده يبقى عقيدة مستقرة في نفوس المؤمن في نفوس المؤمنين أن الله تعالى سيبعث من في القبور وأننا جميعا سنبعث ونقوم لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليجازينا على ما سلف من أعمالنا. إن كانت خير فيعود هذا الخير على الإنسان وإن كانت شرا فلا تعود المضرة إلا على فعله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. عقيدة البعث لما تحتل المكان الصحيح في القلب حنرى أثر هذه العقيدة في ضبط سلوكيات الإنسان. لا ضابط لسلوك الإنسان إلا من خلال الإيمان. الإيمان هو الضابط لسلوك الإنسان خاصة قضية البعث أننا سنبعث من بعد الموت. فالإنسان المسلم لا يغفل أبدا عن هذه القضية أننا سنبعث من بعد الموت. يبقى لو كانت هذه القضية قضية حية في القلوب ما رأينا الإنسان يتجرأ أبدا على فعل المخالفة وما رأيناه يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا في شكر رب سبحانه وتعالى على نعمه. ولكن حتجده يستمر ويستديم على طاعة الله سبحانه وتعالى بل يبادر بهذه الطاعة لرؤية الإنسان أنه مبعوث من بعد الموت وأنه حيجازى على حسب ما قدم من أعمال.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى الناس هينقسمون يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير حسب عمل الإنسان. يبقى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الناس ينقسمون إلى فريقين، نحن سنقسم إلى فريقين، ولابد أن يندرج الإنسان تحت إحدى هذين الفريقين حسب الأعمال. يبقى لو قدم من الأعمال ما كان مقبولا عند الله عز وجل فهذا عمله حينجيه من النار، وكذلك أيضا هيحمله إلى الجنة. أما إن قصر ذلك الإنسان وتولى وأعرض وارتكب هذه المخالفات والمحظورات فيساق عند ذلك إلى النار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس بظلام العبيد، إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها. يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن قدم خيرا عاد عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، إن قدم شرا عاد عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. يبقى هذه الشرور، هذه المخالفات التي يفعلها الإنسان لا تعود عليه بالمضرة في الآخرة فحسب، في الدنيا قبل الآخرة، والحسنة أيضا تعود على الإنسان بالنفع لا في الآخرة فحسب ولكن في الدنيا والآخرة، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دائما كده هنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الكلام عن الإيمان والعمل الصالح، التلازم. ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح جملة واحدة تتكون من لفظتين، كما بينا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو ركن الأول، لكن يتكون من لفظتين، الأولى بتتكلم عن التوحيد والثانية بتتكلم عن الاتباع. هنا كذلك الإيمان والعمل الصالح تلازم كالجسد الواحد، يبقى لابد ان احنا لما نيجي نهتم بالعمل الصالح لابد اولا ان نهتم بمسائل الايمان ونطمئن انها مسائل صحيحه وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وان هذه المسائل نزلت في القلب، لان العمل الصالح يتوقف قبول العمل الصالح على صحه الايمان. الانسان ممكن يبقى مجتهد في فعل الطاعات ولكن هناك خلل في الإيمان، ليس عنده إيمان صحيح، فهذا عمل مردود. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. بيجتهد اجتهاد، يعني عاملة ناصبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني مجتهدة في ذلك العمل، لكن هذا العمل قد يكون على غير موافق للكتاب والسنة، أو قد يكون موافق للكتاب والسنة ولكن لم يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. كما أيضا بنؤكد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. عالم يمعالم أمضى هذه الأوقات سواء كان بالليل أو النهار في القراءة والاطلاع وتحقيق المسائل والتدقيق، وكذلك تعليم الناس، ولكن ما ابتغى بذلك إلا الرياء والسمعة أن يذكر عند الناس، وبالتالي هو أراد هذه الأجرة، فقد وفي هذه الأجرة في الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. عاملة ناصبة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين، يبقى كان مجتهد في العمل، مجتهد في العمل، يبقى عمل موافق للسنة لكن هو لم يتوجه بهذا العمل إلى ربي سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص، يبقى ألا لله الدين الخالص، يبقى إخلاص هذا عمل لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان ممكن يفعل أفعال كثيرة جدا توافق الكتاب والسنة ولكن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، فهذا عمل مردود، بل هذا العمل هو السبب الذي يعاقب به الإنسان ويعذب عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى الذين ليجزي الذين آمنوا عن صالحاتهم بالقسط، إيمان وعمل صالح،
يبقى أولى اهتماماتي هو أن أهتم بمسائل الإيمان، إيمان يا ترى صحيح ولا لا، يبقى النطق بشهادتين، هل تعلم لوازم النطق بشهادتين، مقتضيات النطق بشهادتين، هل تعلم ما معنى لا معبود بحق إلا الله، هل تعرفت على رب سبحانه وتعالى. لابد أولا التعرف على الله عز وجل، لابد أن نتعرف على الله عز وجل معرفة ينزل تنزل في القلب وتستقر في القلوب، وحيكون منها هذا النتاج السلوك المنضبط لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى النبي أتى بالبشارة والنظارة، البشارة لمن أطاع بأن له الجنة، والنظارة لمن خالف بأن له النار، والناس ينقسمون في الآخرة إلى هذين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. دائما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ان من رحمات الله عز وجل بنا انها اتت هذه الايات التفصيلية لما ينبغي ان نفعل، ومن خلالها لا صلاح للدنيا والآخرة الا من خلال اتباع ذلك الحق الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذا بيان لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون. آيات، يبقى الآية يعني محتاجة أن احنا أن نبصر الآية ولا ننتقل من آية إلى الآية الثانية إلا بعد رؤية القلب لهذه الآيات. وبالتالي القرآن بيعلمنا كيف نقيم عبادة التفكر في آلاء الله، كيف نقيم عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، آيات الكون المشهودة، آيات الكون المشهودة. يبقى احنا بننظر للشمس وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الضياء، وننظر القمر فيه النور، وكذلك أيضا يبقى الشمس والقمر يجريان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ومن خلالهما بنعلم، يبقى من الليل والنهار بنعلم عدد السنين والحساب، يبقى هذا يوم، هذا الثاني، هذا شهر، هذه سنة، كل ده احنا بنتعلمه من خلال جيران الشمس والقمر او الليل والنهار. يفصل الآيات لقوم يعلمون، مفيش ابدا انسان هينتفع بالآية الا ان كانوا المتقين. يبقى اللغة اللي احنا هنقرأ بها الآيات هو لغة الإيمان، لو كان في إيمان هنعلم كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى من خلال عبادة التفكر. هذه العبادة بيرقى بها الإنسان في سلم العبودية والإيمان، يزداد بها إيمان، كل ما إحنا أساسا يكون لنا نظر في آيات الله سبحانه وتعالى كما نتعلم هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إزاي نتفكر؟ لو قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى هنعلم كيف نتفكر في آياته. يبقى كيف نتفكر في آياته؟ يبقى هذه آيات، وربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، رفع السماء بغير عمد، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الشمس وجعل فيها القمر، وإن الشمس هذه بيصدر منها هذا الشعاع الذي تنبعث منه الحرارة، وكذلك بنرى في وضح النهار من خلال أيضا ذلك الضياء المنبعث من الشمس، والقمر أيضا نور جعله ربنا سبحانه وتعالى نور بنستضيء به أيضا كما نستضيء بالقرآن في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. إحنا لا غنى لنا عن هذا النور من أجل المعايش، ولا غنى أبدا عن ذلك النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الله نور وكتابه مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. هذا هو النور، القران، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا
يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى دي آيات احنا نتفكر فيها، ما تمرش علينا الآية هكذا، ولكن آيات، لكن إلف الإنسان للآية لا يراها أنها آية، لا يراها إن في اختلاف الليل والنهار. يبقى الليل بيعقبه النهار، يبقى الليل بيذهب بيأتي النهار، النهار بيأتي بيذهب الليل، يذهب النهار بيأتي الليل. ومن خلالها بنتعرف على عدد السنين والحساب، وكما بيّر لنا ربنا سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه ونازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى الليل بيأتي بعد النهار، والنهار يأتي من بعد الليل، والليل يسلم النهار، والنهار يسلم الليل، تمضي الأيام وتمضي الأسابيع وتمضي الشهور وتمضي السنين. آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الآية وكيف نتفكر فيها. يبقى لو كان ذلك الليل صرمدا إلى يوم القيامة، يا ترى كيف نأتي بضياء؟ وإن كان النهار صرمدا إلى يوم القيامة، كيف حنأتي بليل للسكنة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل النهار لنبتغي فيه من فضله، وجعل الليل نسكن فيه. فإلا كان الحياة كلها مظلمة، ليل يعني صرمدي كده بلا نهار، يبقى بلا ضياء، يعني ترى يعني قوام الحياة قوام العيش كان هيكون ازاي؟ طب لو كانت نهار بلا ليل نسكن فيه كان قوام العيش هيكون ازاي؟ فهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذه آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار. نتقلب بين الليل والنهار، أدي الليل للسكنة وأدي النهار للمعاش كما بيّن لنا ربنا سبحانه. إن في ذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون، والآيات لقوم يتقون. دائما مش بيستفيد بالآية إلا المؤمن، لا تمر عليه هكذا، لا تمر عليه يعني هكذا، ولكن يقف مع الآية وبيزداد بها إيمانا. كل ما إحنا بنقلب البصر في خلق الله سبحانه وتعالى في آلائه، كلما شعر الإنسان برقي في العبودية وإيمان بيزداد بها إيمانا، المؤمن يزداد بذلك إيمانا. ثم تأتي الآيات، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا طمع لهم في لقاء الله سبحانه وتعالى، لا طمع لهم في لقاء الله سبحانه وتعالى، هم منشغلون بدنياهم، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، إما رضوا ليست لهم رغبة في الآخرة، ولم يعدوا العدة للقاء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك في خاتمة سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا ترى هل نحن من هؤلاء أم لا؟ يبقى دي كلها معايير، ده كله معيار، أنا من خلاله أزن أين أنا، أذن أين أنا. فمن كان أرجو لقاء ربي يبقى أقول أنا أرجو لقاء ربي، يبقى في مقومات أساسية، في معيار يستدل من خلاله هل فعلا هذه حقيقة أم لا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يبقى إيمان وعمل صالح. يبقى لو أساسا بيرجو لقاء الرب سبحانه وتعالى ويعلم أنه مبعوث من بعد الموت، أنه مقوب بنداء الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سيجازيه على أعماله، يبقى الأمر محتاج أن احنا نشتمل على هذه المقومات، يبقى عمل صالح مع إيمان صحيح، يبقى إيمان صحيح ممزوج بالعمل الصالح. أما هؤلاء إن الذين لا يرجون لقاء، لم يفكر في الأمر، يبقى الإنسان بيؤمن بالبعث وأنه مبعوث من بعد، لكنه لم يفكر، ما فيش اهتمام، ليس هناك أدنى نوع من أنواع الاهتمام بأمر الآخرة، شغله الشاغل هو الدنيا، أن يحقق كل الرغبات والمآرب في الدنيا، الرغبة منصرفة إلى الدنيا، حساباته كلها حسابات دنيوية، حساباته كلها حسابات دنيوية. إن كان هناك حسابات الآخرة فهي تمر مرورا، يبقى تمر مرورا، كما نحن بنعطي صلب الوقت إلى الدنيا فتات الوقت إلى الآخرة، مع أن المسألة العكس،
يعني المسألة العكس، يبقى هذه ليست بدار لنا، الدنيا كده ليست بدار لنا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما وصفها لنا ربنا سبحانه الذي خلقها، وصف لنا أن الحياة الدنيا متاع الغرور. وماذا نطلب؟ يبقى الذي خلق الدنيا والآخرة قال لنا أي السلعتين نختار، أي السلعتين. ولكن إحنا صلب الوقت، أصل الوقت إحنا بننفقه للدنيا، وفتات الوقت بيصرف إلى الآخرة إن كان هناك فضل في الوقت، يعني يصرف إلى أمر الآخرة. لكن ده الأصل كده، إن الدنيا دي دار ممر، معبر إحنا بنعبر عليها للآخرة، فهي ليست بدار لنا، لكن الدار الحقيقية هي الآخرة. ولذلك ماذا يقول الإنسان لما عند قيام الساعة؟ يا ليتني قدمت لحياتي. أي الحياة؟ أي الحياة؟ الآخرة. يبقى لما هتذكر الإنسان ما سعى عندها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هو كان يظن أنه في حياة، لكن ده الحياة الحقيقية هي في الآخرة. الدنيا دي معبر، طريق احنا بنمر منه إلى الجانب الآخر، والمقصود أن احنا بنمر للجانب الآخر، يبقى لا نمر في هذا الطريق لغاية فيه، ولكن ده وسيلة بنمر من خلاله إلى الجانب الآخر، يبقى بنمر من الدنيا إلى الآخرة. لكن دول صرفوا الرغبة إلى الدنيا، همه كله أن يحقق الشهوات والملذات. إن انتهى من الحصول على شهوة يبقى على ذلك قائمة شهوات طويلة، يبقى قائمة شهوات طويلة لا تنتهي. يبقى هو حصل على شهوة يبقى تأتي الشهوة الثانية في الترتيب، انتهى من شهوة يبقى بتبرز شهوة أخرى، ده حاله. يبقى تحقيق الملذات والشهوات يعني ما ينادي عليه الهوى، أو ما تنادي به النفس الأمارة بالسوء، هو بينصت نفس الأمارة بالسوء أو للهوى أو للشيطان، وهم كله هو تحقيق ذلك الأمر. لذلك ما قال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني ما عندوش طمع أبدا في لقاء الله سبحانه وتعالى، ولكن هم كله وهو الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ركنوا إليها كده، ده غاية المطلب، هو أن يحقق الدنيا أو يأخذ من الدنيا ما يريد، سواء كان من ملذات أو شهوات أو رغبات. والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا عنده غفلة، لم ينتفع لا بآيات الكون المشهودة ولا بالآيات القرآنية، غافل. يبقى هذا إنسان غافل، كما مر علينا في سورة الأعراف، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني بينسى لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، مع سرعة ورتم الحياة السريع والانشغال بالدنيا بينسى، مع طول الأمد بينسى الإنسان، بينسى. مفترض أن دي قضية أنا لا أنساها أبدا، لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى، لماذا خلقني؟ يبقى ده أنا أردد هذا الكلام دوما، مفترض أن أردده دوما، لماذا خلقني ربي؟ مع طول الأمد ومع انشغال الإنسان بننسى، بننسى. زي إنسان بيسير في طريق هو كان في البداية عارف المقصد والبغية، عارف النهاية المطلوبة عنده، ولكن لما صار مسافة ولم يتشغل أو لم تذكر الهدف، فحنجد أنه هو في لحظة لحظات لا يدري لماذا يسير في ذلك الطريق، إلى أي جهات يريد أن يصل. فإحنا محتاجين أن إحنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكرة الدائمة، لماذا خلقني ربي؟ يبقى ده لماذا خلقني؟ أعلم أن ربي سبحانه وتعالى خلقني للعباد. طب هل أنا قمت بذلك الأمر أم لا؟ ده بدايتها كده لازم أعرف إيه العبادة المطلوبة، لأن أنا قد أفعل أفعال أظن أنها عبادة وهي ليست بعبادة، مش هو الأمر على مظن الإنسان ولا على رؤيته، ولكن العبادة المعتبرة هي ما اعتمدها لنا ربنا سبحانه أو ما بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا خلقني ربي لعبادته؟ طب ما هي العبادة المطلوبة؟ إيه هي العبادة المطلوبة؟ إيه وصفها؟ إيه تفاصيلها؟ يبقى كلها موجودة في الكتاب والسنة. وطب أتممها إزاي؟ يبقى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أجي بعد ذلك أنا أقول هل أنا تممت الكلام ده ولا لا؟ نسبة ما تممناه ما أتممناه من هذه العبادات. يبقى ده الإنسان لو يخشى على نفسه، يخشى على نفسه الهلاك، يبقى لابد من هذه النظرة. يبقى أنا لا أنسى أن الله عز وجل ما خلقني إلا لعبادتي،
لعبادته. وبالتالي كل أمر إحنا بنفعله لنا فيه نية، حتى في العمل اللي إحنا بنتكسب من خلاله، يبقى أنا بدقق النظر ألا أتكسب إلا من الحلال، ولا أنفق هذا المال إلا في حلال. يبقى دنيا الإنسان يبقى لابد إن هو أساسا مقرونة بهذه النظرة، يبقى لا نخطو خطوة في الدنيا إلا ونحن نعلم ما هي المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وبالتالي بقى كل حياتي ممارسات تعبدية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء يعني في غفلة، في غفلة، يبقى ليس له حظ ولا نصيب لا في التعرف والانتفاع بالآيات القرآنية ولا بآيات الكون المشهودة. فإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بأعمالهم. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى حيجازي الإنسان على ما قدم. ولذلك أوكل الله عز وجل بنا ملائكة، هذه الملائكة تقوم بحفظ ما يصدر منا من أقوال أو أعمال، إن على كل حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك الدواوين لما تنشر عليهم القيامة عند ذلك يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وأجدوا ما عملوا حاضرا، ليس من عمل الغير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى رب سبحانه وتعالى حذر العباد، يخوف العباد، لماذا؟ حتى نرتدع ونصحح المسار. ده لصالح مين؟ لصالح الإنسان، حتى لا تعذب بالنار، يبقى حتى لا نعذب بالنار. يبقى هذا التقويم من أجل أن احنا نصحح المسار حتى لا نعذب بالنار. طب لماذا الغفلة؟ يعني هل فعلا أنت تعتقد أنك ميت؟ هل تعتقد ذلك الأمر؟ عقيدة حية في القلب؟ وهل تعتقد أنك مبعوث من بعد الموت؟ وهل تعتقد أنك ستعرض على رب سبحانه وتعالى؟ هناك ستجازى على أعمالك، وأنه إما أن يساق الإنسان إلى الجنة وإما إلى النار. فطب لماذا؟ يعني لماذا ينحرف الإنسان؟ لماذا الانحراف؟ يا ترى لماذا ننحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ هل تظن أن الانحراف عن منهج الله هو الذي يحقق لنا السعادة؟ يبقى ده وهم وظن غير صحيح، يبقى ده مفهوم خاطئ. دايما كده يعني أول مسألة بنحتاجها هو أن نصحح المفاهيم، لأن عمل الإنسان بناء على مفاهيمه، فلو كانت مفاهيم مغلوطة الأعمال هتبقى مغلوطة، لو كانت مفاهيم صحيحة هتبقى الأعمال صحيحة. فلذلك أول أمر بنحتاجه أن احنا نصحح المفاهيم، المفهوم عن الدنيا والمفهوم عن الآخرة، مفهوم عن الدنيا والمفهوم عن الآخرة، نصحح المفهوم. ففعلا الدنيا كده هي حياة، نعم، يبقى لاعب ولهو، نعم، اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ودي حقيقة الدنيا، ما الذي قال لنا ذلك؟ يبقى مش بعد تجربة احنا بنثبت هذا الكلام، لا خلق الدنيا قال لنا كيف نرى الدنيا، ولذلك بل تنحرف الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يبقى الذي خلق الدنيا قال لنا حقيقة الدنيا، والذي خلق وهو الذي خلق الآخرة قال لنا حقيقة الآخرة، يعني احنا على بينة، على بينة. طب انت بتظن الإعراض والتولي عن شرع الله سبحانه وتعالى يحقق لك السعادة؟ هل انت بترى ان الشرع ده يعني عبارة عن قيود ومكبلات للإنسان بتمنع الإنسان من الوصول للسعادة؟ نقول ده ظن واهم، يعني هذا من تلبيس الشيطان ونتيجة وجود المفاهيم الخاطئة. فأول أمر احنا بنحتاجه أن احنا نصحح المفاهيم عن الدنيا والآخرة. كيف أرى الدنيا؟ كيف أراها؟ يبقى أرى الدنيا من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، هو الخالق سبحانه وتعالى. كيف أرى الآخرة؟ أراها من خلال وصف الله سبحانه وتعالى لها. والدنيا هي الخادمة للآخرة، هي المعبر اللي بنعبر بها إلى الآخرة. فلا تصلح أن تكون دارا ولا قرارا، لا تصلح أن تكون دار ولا قرار، لكن هي معبر لا تتعدى ذلك الأمر، لا تتعدى. يبقى النظرة دي عايزة تبقى تصحح عندنا، وبالتالي الأمر هيختلف،
الأمر دايما حقيقة يختلف، لكن الإنسان بيسعى في الدنيا ظنا إن هو هيحقق له السعادة، وبالتالي التولي والإعراض يبقى ليه؟ كأنه بيرى إن الشريعة يبقى مقيدة له. الشريعة معناها لو عشنا مع الشريعة كأنه بيظن أنه هيعيش في تعاسة وفي شقاء، نقول ده واهم، هذا ظن فاسد، يبقى الشيطان ركب له ذلك المفهوم عنده. ولكن السعادة لا تطلب إلا من خلال الشريعة. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الآية، الله تعالى آية واحدة بتقول لنا مقومات السعادة في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا مش أنت عايز السعادة؟ أو في الدنيا بس أنت إيمان وعمل صالح، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. يبقى الحسنة كده هنطعم بها في الدنيا والآخرة، عشان احنا بنظن ان الصلاة دهية هتنفعنا في الآخرة، الصيام ده هينفعنا في الآخرة، قراءة القرآن تنفعنا في الآخرة، الاستغفار والتوبة ينفعنا في الآخرة، ينفعنا في الدنيا والآخرة. يبقى في الدنيا يطعم المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليها الآية، كما دلت على من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في الآخرة. يبقى في الدنيا هنحيا حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة دي حياة نحقق السعادة الحقيقية في تحقيق الإيمان والعمل الصالح، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. لكن ما زال الظن عند الإنسان أن الشريعة مقيدة أو مكبلة لحريته، وبالتالي يبقى هو هيعيش في ضنك وفي شقاء وفي تعب وفي نكد لو تمسك بالشريعة، وان السعادة يعني حيراها في الآخرة لو تمسك بالشريعة. يبقى لو تمسك بالشريعة يظن هو هيعيش في ضنك وفي شقاء في الدنيا، ودي أساسا الشريعة دي تحقق له السعادة في الآخرة. نقول لا، تحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، فده ظن ووهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما الذي يعيش في الضنك، يا ترى الذي لا يفطر عن ذكر ربي ولا الغافل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى أدي أدام المطرفين، ولكن في ضنك في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة ضنك شديد في الدنيا والآخرة. يبقى السعادة في أن احنا نفعل ونمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. السعادة في طلب الآخرة، تطلب الآخرة تأتيك الدنيا وهي رغيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأي سعادة في فعلة يعني نهايتها إلى النار، أي سعادة في ذلك؟ أي سعادة؟ يبقى اللي بيفعل مخالفة يظن أنه سعيد، أي سعادة في ذلك؟ أنه لما نشوف العاقبة إلى النار، كيف نقول أنها سعادة؟ كيف نقول أنها سعادة؟ يبقى لذلك فليضحكوا قليلا ونبكوا كثيرا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك، أن ده ظن وأوهام فاسدة ومفاهيم مغلوطة، مفاهيم غير صحيحة. فلذلك أول أمر ينبغي أن احنا نفعله هو تصحيح المفاهيم، لأن يعني الأعمال مبناها على المفاهيم. يبقى الأعمال مبناها على المفاهيم، مفهوم صحيح يبقى على ذلك إيه؟ هنفعل الطاعة، هنفعل الطاعة. مفهوم خاطئ يبقى الفعل هيكون مخالفة ومعصية. ثم بتأتي الآيات بعد إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى في المقابل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الإيمان نور بيهتدي به المؤمن لطريق السعادة والطريق المستقيم. إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى إيمان الإنسان ده هو الذي يحمله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. بتجد المؤمن كما أن الغافل عن ذكر رب سبحانه وتعالى بيندفع إلى فعل مخالفات، فبتجد أن المؤمن بيندفع إلى فعل الطاعات، يحمله على ذلك الإيمان. يهديهم ربهم بإيمانهم.
يبقى والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى كل آية احنا نتعلمها نزداد بها إيمانا ونزداد بها هدى. احنا ذكرنا ان احنا الهداية للطريق والهداية داخل الطريق. احنا بنحتاج لهذه الهداية الى الطريق، عرفنا الطريق يبقى لمسنا هذا الطريق، يبقى المطلوب الاستمرار والاستدامة على هذه الهداية دون انحراف، دون انحراف. يبقى احنا محتاجين الهداية داخل الطريق. ده كله احنا نصل اليه ازاي؟ يبقى عن طريق اتباع التعليمات والارشادات في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الايمان هو الذي يحمل الانسان الى ذلك الامر، يهديهم ربهم بايمانهم. واتقوا الله ويعلمكم الله كما قال ربنا سبحانه: ان الذين امنوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم. يبقى دي عبادة هؤلاء، هي التسبيح وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص والآفة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تسبيح لله سبحانه وتعالى سبحان الله. يبقى سبحان الله هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص وعن الآفة، فلا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له، هل تعلم له سمية؟ فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تحياتهم فيها سلام، تحياتهم فيها سلام، سواء الملائكة يسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو هذا السلام من رب المعبود سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد لله رب العالمين، يبقى الإنسان لسانه يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح القرآن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحساني وعلى محاسني سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى له الحمد أنه يتصف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. الحمد لله أن ربي غفور، الحمد لله أن ربي تواب، الحمد لله أن ربي حكيم، الحمد لله أن ربي رحيم. وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لابد أن احنا نستشعر بعظمة التوحيد، يعني لابد أن احنا نستشعر بعظمة لا إله إلا الله. الحمد لله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى متفرد في ربوبيته في إلهياته في أسماء وصفاته، لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلما نقول الحمد لله يبقى نابعا من القلب، الحمد لله، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى غفور وأنه رحيم وأنه تواب وأنه عليم وأنه حكيم. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يتصف بصفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يتسمى بهذه الأسماء الحسنى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا دعاء أهل الجنة، هذا هو دعاء أهل الجنة. فإذا يبقى هذا هو من خير النعيم، خير النعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح ويلهمون ذلك الذكر وذلك الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بتخيل الإنسان كده لو وقع في مأزق شديد جدا أوشك على الهلاك بسبب ذلك المأزق ثم نجاه الله عز وجل، يبقى كيف يقول الحمد لله؟ الحمد لله تبقى نبع من داخله، يقول الحمد لله بكل كيانه بكل شعوره. يبقى الحمد لله، يبقى لما يتذكر موقف ده يقول الحمد لله، غير لما احنا نقولها، لكن هو بيقولها نتيجة ان فعلا عارف كيف ان الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك الموقف، نجاه من هذا المأزق. مأزق يعني اقلق ذلك الانسان في مضجعه،
وبالتالي لا بالليل ولا النهار هناك راحة أبدا، لا راحة له إلا لما يزال هذا المأزق أو تزال عنه هذه الكربة. فربنا سبحانه أنقذه ونجاه من ذلك، فعند ذلك لما يقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى نجانا من ذلك، يبقى يطرح يقولها إزاي بكل شعوره، ويشعر يعني بعظمة هذه النجاة أن الله تعالى نجاه من ذلك. وفعلا إحنا الحمد لله على توحيد الله عز وجل، الحمد لله الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له صاحبة، وأن ربي سبحانه وتعالى لا يشرك في ملكه أحدا، وأن الله سبحانه وتعالى لا معاون له ولا ظهير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولذلك آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، هذا سمو لذلك الذكر، بيان لمدى سمو هذا الذكر. فهذا دعاء أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.